جولة أخبارية جديدة من قناة الغد المشرق، أبدأها معكم بأبرز العناوين. العليبي يشيد بالعلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة ويرحب باستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة عدن. الحزام الأمني ينفذ عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في أبيان، والأخير يدعو إلى تحالف مع حزب الإصلاح. مدير أمن حضرموت يقول إن المؤسسة الأمنية ستشهد تغييرات واسعة خلال الأيام القادمة. أهلا بكم. أقدمت ميليشيات الحوثي على شن هجوم عنيف على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، وأدى إلى مقتل 10 جنود وجرح 7 آخرين. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الحكومة لن تسمح لميليشيات الحوثي باستمرار خروقاتها وعبثها واستغلالها للهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية. دعت الحكومة المبعوثة الدولية لتحمل مسؤولية وإدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية لميليشيات الحوثي في تعز. أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي بالعلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة وموقفها الثابت من الملف اليمني بوصفها حاملة القلم في مجلس الأمن. أكد العليمي خلال استقباله في الرياض سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم انفتاح المجلس والحكومة على كافة المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق السلام. من جانبه عرض السفير البريطاني مستجدات الجهود الدولية في هذا السياق وفرص تجديد الهدنة القائمة بما يضمن فتح طرق تعز. هذا أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العليمي ترحيب المجلس والحكومة باستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة عدن. وجاء ذلك لدى استقبال العليم القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف للبحث في التطورات اليمنية وجهود تحقيق السلام في البلاد. وأشار كودروف بالتزام موسكو بموقفها الثابت إزاء الملف اليمني والجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن. نفذت قوات الحزام الأمني عملية عسكرية جديدة ضد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة قريبة من قرن الكلاسي في محافظة أبيان في إطار تطهير المحافظة من تنظيم القاعدة. استمرارا للجهد العسكري والأمني في تثبيت الأمن والاستقرار في محافظة أبيان وتوحيد جهود المؤسستين الأمنية والعسكرية للقضاء على الميليشيات الحوثية الانقلابية والجماعات الإرهابية، داهمت قوات الحزام الأمني موقعا للقاعدة في محافظة أبيان وأحبطت هجمات غادرة كان التنظيم الإرهابي ينوي تنفيذها. هذه العملية الخاصة أجبرت عناصر تنظيم القاعدة الإرهابية على الفرار من مكان قريب من بلدة قرن الكلاسي، تاركة خلفها عبوات ناسفة ومواد متفجرة. وتم تنفيذ العملية بعد معلومات دقيقة عن أماكن تواجد الإرهابيين والتحضير لشن هجمات غادرة. وفي تفاصيل عملية المداهمة، قالت قوات الحزام الأمني أنها أحبطت هجمات وشيكة لتنظيم القاعدة الإرهابي كانت تستهدف القوات الجنوبية، وقد عثرت على أدوات الجريمة من أحزمة وعبوات ناسفة ومواد شديدة الانفجار في المواقع. هذا وتواصل قوات الأمن والجيش والقوات الجنوبية بما فيه الحزام الأمني في أبيان إعادة انتشار وتموضع عسكري وأمني واسع النطاق بموجب اتفاق الرياض، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات المجلس الرئاسي والتي نصت على إعادة تموضع القوات وجمع المعلومات عن أماكن القاعدة ومكافحتها بالتنسيق مع قوات التحالف العربي. من جهتها باركت السلطة المحلية في أبيان إعادة تموضع قوات الأمن تنفيذا لاتفاق الرياض عبر تسلمها مقراتها وتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتفعيل نشاطها، وهو أمر قوبل بارتياح شعبي كبير في المحافظة الساحلية. وحول هذا الملف ينضم معنا العميد عبد الحكيم الكوبي نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي لقوات الحزام الأمني. في البداية أرحب بك سيادة العميد معنا في نشرة السابعة، وحدثنا بداية ما هي تفاصيل العملية التي نفذتها قوات الحزام الأمني ضد تنظيم القاعدة؟ يا أهلا وسهلا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بعد وصول المعلومات الذي وصلت إلينا بوجود تنظيم القاعدة داخل محافظة أبين ويحاول انتشاره داخل المحافظة لعمل بعض الزوبعات والمشاكل والخروقات، لهذا قوات الحزام الأمني قامت بترتيب أوضاعها وترتيب قواتها حتى الدخول إلى محافظة أبين ومباشرة التعامل مع هذه القوة. والدليل على ذلك قبل حوالي 3 أيام أو 4 أيام نزلت قوات من قوات الحزام الأمني محافظة أبين وبمساعدة قوات من الحزام الأمني محافظة عدن بتوجيهات من الأخ قائد قوات الحزام الأمني لدخول هذه القوات إلى محافظة أبين والتعامل معها بحسب النظم والمواقع التي كانت تتواجد فيها. يعني كانت تتواجد الحزام يعني خروج الحزام الأمني والانتشار إلى محافظة أبين حيث نشر قواته يعني بشكل دقيق ومرتب ومجهز. نعم سيادة العميد، تنظيم القاعدة وداعش مارس العديد من الاعتداءات الإرهابية في مختلف المحافظات الجنوبية كما تابعنا. طيب إلى أي حد يمكن القضاء على هذه التنظيمات من خلال وحدة المكونات الجنوبية؟ نعم ندرس نحن في القيادة، في قيادة الأحزمة الأمنية في محافظة عدن وأبين، ندرس كيفية التعامل مع هذه القوات وكيفية يعني تدميرها وإنهاء وجودها نهائيا داخل محافظة أبين. والدليل على ذلك نزلت هذه القوات بشكل مرتب وليس بشكل يعني متكامل، تنزل على شكل مرتب وكل قوة تتحمل مسؤولية خط معين يعني داخل أبين، لأنه هي تتواجد أكثر تواجدها هي بالمنطقة خلف الكلاسي، في منطقة اللي هو جبل الكلاسي بالخلف تتواجد هناك وتتوزع هناك، تتوزع على شكل مجامع وليس قوة فاعلة يعني. ولهذا إمكانية القوات المسلحة الجنوبية والحزام الأمني تدمير هذه القوات حيثما توجد. وأنا أشرت في السابق يعني في لقاء سابق وكان الكلام يتكلم على محافظة الضالع، والحمد لله كان كلامي على حسب المسؤولية التي تكلمت عليها، واليوم أؤكد كلامي تأكيد كامل أنه سنطهر هذه المحافظة تطهير كامل من هذه القوات. والدليل على ذلك أنا أمامكم من أحد الذي تم الغدر فيهم وتم يعني إصابتي من قبل عناصر لا أعرف من أين وأمام بيتي، والدليل على ذلك نعم. يعني الإصابة المتواجدة فيني، ولهذا نحن مستمرين ومتواصلين بإذن الله تعالى في كل مواقعنا ومواقع القيادية أن نتعامل مع هذه القوات بشكل دقيق وبشكل يعني ننهيها نهائيا من الوجود تماما. سيادة العميد، في البداية الحمد لله على سلامتك وسلامة أيضا كل ضحايا الهجوم الإرهابي والغير مبرر له، الذي فعلا يثبت بأن الإرهاب لا مبدأ ولا دين أيضا له. وأشكر سيادتك أيضا على هذه الجرأة، وهذا إن دل على قوة وشجاعة لديكم. واستكمل حديثي معك سيادة العميد، القوات الجنوبية هي تقاتل لأكثر من عامين في قرن الكلاسي، ولكن لقد تأخروا بالحسم العسكري عكس هذه المرة التي نشهد فيها ترتيب وتنظيم أيضا. إذن ما الذي تقرأه في هذا التطور برأيك؟ والله هنا يعني أولا وقبل كل شيء استجداد في القوات، يعني ترتيبها بشكل صحيح. أول كانت القوات قليل نوعا ما عندنا يعني مش بالشكل المنظم الصحيح، لكن الآن بدينا نظمنا القوات بالشكل الصحيح وتحت قيادة يعني قوية وقيادة منظمة وعمليات ممتازة جدا،
ولهذا يعني كان الحسم سريع، لأنه القوات كانت مدربة وجاهزة تجهيز مرتب، ولهذا يعني مستمرين بإذن الله تعالى مستمرين، وستستمر هذه القوات بالحفاظ على الأمن والاستقرار في كل منطقة من مناطق أبيان الحبيبة، وبإذن الله مش بس منطقة أبيان، وبإذن الله هذه القوات تواصل على طريقها حتى نوصل إلى طريق محافظة شبوة بإذن الله تعالى. نعم، أخيرا سيادة العميد، ما هي رسالتكم للمرابطين من القوات الجنوبية؟ والله نحن رسالتنا قدها يومية، لأنه باعتباري توجيه معنوي ومستمرين معهم عند النزول، إنه يظلوا عيونهم وقلوبهم مجهزة تجهيزا كامل، أن يعملوا كل ما تجيهم توجيهات من القيادة العسكرية، أولا من القيادة العسكرية لأنها هي مسؤولة على الأرض ومسؤولة على حركة هذه القوات، ومن ثم من القيادة السياسية، والقوات جاهزة تجهيز غير عادي، وحسب ما تروا أمامكم يعني مرتبة ومنظمة، وأهم شيء في هذا العمل يكون الترتيب والتنظيم والقدرة على اختراق المواقع المطلوبة والمستهدفة أن نخترقها أو ندخلها. وأتمنى من القوات وقيادة هذه القوات أن تكون أكثر حرص حتى نتفادى أي خسارات أو نتفادى أي مشكلة معينة، أكثر حرص للحفاظ على القوات هذه والتدقيق على الممرات، بالذات الممرات، لأنه العدو دائما يستهدف الطرقات التي تمر عليها القوات. لهذا عندنا قوة مدربة للمرور من هذه المناطق واكتشاف أي شيء على الطريق، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نكون غدا في الموقع الذي يجب أن نكون فيه دائما وباستمرار. نعم سيادة العميد عبد الحكيم الكوبي، نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي لقوات الحزام الأمني، باسمي واسم القناة نسأل الله لكم السلامة والثبات أيضا والقوة، شكرا جزيلا لك. هذا وكشف تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن عن موقف مؤيد لحزب الإصلاح والقوات الموالية لها للوقوف ضد مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي، وذلك بعد أيام قليلة من أحداث التمرد الإخواني الذي شهدته محافظة شبوة. تحالف جديد يعتزم تنظيم القاعدة الإرهابي عقده مع حزب الإصلاح الإخواني في اليمن للوقوف ضد مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي. جاء ذلك تعليقا من التنظيم الإرهابي على الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة، وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية متطابقة فإن أحد أمراء التنظيم يكنى أبو علي الحضرمي قال في خطاب عبر وسائل أعلام تابعة لهم إن سيطرة القوات الجنوبية على شبوة مقدمة لسيطرتها على مدن أخرى وضمها لسلطة المجلس الرئاسي المدعوم من التحالف العربي، وشن الحضرمي هجوما على التحالف العربي في تطابق مع الخطاب الذي يتبناه حزب الإصلاح وميليشيا الحوثي الإنقلابية ووسائل الأعلام التابعة لهما. ووفقا لوسائل أعلام تابعة لحزب الإصلاح فإن خطاب القاعدة الجديد تضمن التركيز على معاداة مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي ومعاتبة لحزب الإصلاح في محاولة للتقارب معه وتحييد أي قوة قبلية قدر الإمكان عن المواجهة، إضافة إلى حفاظه شكليا على إظهار العداء لميليشيا الحوثي وتأجيله كتهديد حقيقي. كما اشتمل خطاب المدعو الحضرمي على هجوم عنيف على مجلس القيادة الرئاسي الذي وصفه بالمرتهن للخارج، في إشارة إلى الدعم والتأييد الذي حظي به المجلس من مختلف دول العالم. ويأتي خطاب التنظيم الإرهابي بالتزامن مع تنفيذ القوات الجنوبية عملية عسكرية واسعة في محافظة أبين لتطهيرها من العناصر الإرهابية. المدعو أبو علي الحضرمي والملقب أيضا بالديسي يعد أحد الفارين من سجن المكلا المركزي في العام 2011، ويشغل منصب مسؤول الدعوة في التنظيم الإرهابي بعد أن كان أحد قيادات التنظيم الحاكمة في حضرموت والبيضاء. وكثف تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن من انتشار عناصره في محافظة أبين منذ العام 2011، خصوصا في مديريات المنطقة الوسطى المحادة لمحافظة البيضاء، أهم معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن. أكد مدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع المنهالي أنه سيتم إجراء عدد من التغييرات في المؤسسة الأمنية بقرارات رسمية بعد تشاور مع محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي في الأيام القادمة.
ذلك خلال كلمة له أمام ضباط صف وأفراد الوحدات الأمنية بمختلف تشكيلاتها بإدارة أمن وشرطة الساحل، موضحا أنه لا مكان للمحسوبية أو الواسطة بين الكوادر الأمنية، وستتم التعيينات وفقا للمؤهلات والخبرات التي يكتسبها الضباط لخدمة الوطن والمواطن. وبالعودة إلى الحديث عن تحالف تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن مع حزب الإصلاح، ينضم إلينا مباشرة يعقوب السفياني مدير مكتب مركز ساوث 24 للأخبار والدراسات في عدن. في البداية أرحب بك معنا أستاذ يعقوب. وتحدثت العديد من الوسائل الإعلامية على مدار سنوات عن تلك العلاقة الوطيدة بين تنظيم القاعدة والإخوان، بماذا تعلق؟ أولا مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي الغد المشرق. بالبداية بيان القاعدة الأخير لم يكن مستغربا، يعني القاعدة أصدر العديد من البيانات السابقة التي ركزت في مجملها على مهاجمة التحالف العربي وبشكل أساسي دولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الجنوبية. والبيان الأخير الذي تحدث عن ما جرى في شبوة مؤخرا، بالفعل مرة أخرى هاجم التحالف وقال أنه يسعى لتقسيم اليمن وهاجم العلاقة بين القوات الجنوبية والتحالف، ووصف القوات الجنوبية بالمرتزقة، كما شمل الهجوم ألوية العمالقة الجنوبية التي قال إنها تنتسب للسلفية. هذه الألوية التي قاتلت في شبوة وهزمت الحوثيين ثم هزمت القوات الإصلاح المتمردة في مرحلة لاحقة. المتابع للبيانات القاعدة ومن ضمنها البيان الأخير يجد أنها تتطابق بشكل كبير مع ما يقوله إعلام حزب الإصلاح ومع بيانات الإصلاح نفسها. البيان هو البيان الثاني بعد بيان حزب الإصلاح، يعني لم يصدر الإصلاح والقاعدة هما الطرفان الوحيدان اللذان أصدرا بيانا بخصوص أحداث شبوة الأخيرة يدعم القوات المتمردة ويدعم القوات المتمردة التي توالي الإصلاح والتي تمردت على السلطة المحلية في المحافظة. يعني هذه مفارقة عجيبة، أن الإصلاح الذي يعتبر جزء من الشرعية في اليمن ومشارك في المجلس الرئاسي وكذلك القاعدة يتفقان، ولطالما اتفقا في كثير من الأمور. البيان الأخير أنا أعتقد أنه كان مؤشر واضح على حجم العلاقة وحجم يعني التوافق فيما بين أجندات الإصلاح وأجندات القاعدة. طيب، لذلك فالبيان الأخير كشف، ربما كشف عن نوع من التحالف الطارئ الجديد الذي طرأ بين التنظيم المتشدد وبين التجمع اليمني للإصلاح، بسبب أن الأحداث الأخيرة في شبوة تضرر منها الطرفان، يعني على حد سواء. الإصلاح فقد الكثير من نفوذه في شبوة، نعم. وكذلك في حدث أو الأحداث الأخيرة خلقت واقع أمني مغاير. أعود معك لنقطة الشرعية، وكيف للإخوان الانضمام تحت يعني خلاف يعني الانضمام للقوات الشرعية وهم يعني وهم تنظيم إخواني، هل برأيك قد اتخذ تنظيم الإخوان من الشرعية غطاء له على مدار السنوات الماضية وحتى الآن؟ نعم، هذا بكل تأكيد. يعني الشرعية اليمنية كانت غطاء للإصلاح على مدار 7 سنوات منذ اندلاع الحرب، والإصلاح احتكر هذه الشرعية وقاد هذه الشرعية وفشل أيضا في قيادتها، فشل على المستوى العسكري وفشل على المستوى السياسي أمام الحوثيين. والخطوات الأخيرة بإعلان المجلس الرئاسي وتسمية المجلس الرئاسي مكون من قادة المكونات الفاعلة والمكونات الحقيقية على الأرض كان خطوة تصحيحية لوضع الشرعية وسحب البساط من هذا الحزب. حزب الإصلاح استثمر ما حصل في اليمن واستثمر الأزمة واستثمر وجوده على رأس الشرعية، يعني كان على رأس هرم الشرعية قيادة الإصلاح في الرئاسة، مكتب الرئاسة، في قيادة الحكومة وفي معظم الدوائر والوزارات المهمة. ولذلك الشرعية كانت مختطفة بمعنى الكلمة من قبل هذا الحزب، وتسبب هذا وأفرز هذا واقع الفشل وواقع الانهزام أمام الحوثيين
طيلة سنوات الحرب. أنا أعتقد أنه إذا كانت إذا كان وضع الشرعية تصحح في السنوات الأولى من الحرب وتم تشكيل ما يشبه المجلس الرئاسي الآن أو تم الحد من نفوذ الإصلاح في الشرعية، كان الواقع أيضا أمام الحوثيين سيتغير، ولم يكن الحوثيون يسيطروا على شمال اليمن بأكمله اليوم، يعني ما عدا بعض المناطق في مأرب أو تعز. لذلك بالفعل الإصلاح لدي أجندة، هذه الأجندة مرتبطة بالتنظيم العالمي لإخوان المسلمين، وهو تنظيم عابر للحدود وعابر للدول، لا يعترف بالوطنيات ولا يعترف بالحدود والحكومات. ولذلك لم تكن أجندة الإصلاح متوافقة مع هدف التدخل العربي، تدخل التحالف العربي في اليمن، ولا يتوافق مع أهداف المعركة ضد الحوثيين باتجاه صنعاء. ولذلك أدرك المجتمع الإقليمي والقوى الفاعلة على الأرض بالفعل سعت إلى الحد من نفوذ الإصلاح، وهو ما توج بإعلان المجلس الرئاسي، وذلك حد من نفوذ الإصلاح، والحد من نفوذ الإصلاح مستمر يعني بشكل يومي، بدأ برئاسة الشرعية اليمنية والآن مستمر ضد القوات الموالية للحزب التي تتمرد على القرارات في شبوة، وربما ستتمرد على القرارات أيضا في الوقت القريب العاجل في وادي حضرموت أو المهرة. لذلك الإصلاح انكشف وأصبح بدون غطاء شرعي اليوم بعد تشكيل المجلس الرئاسي. طيب أستاذ يعقوب، برأيك هل هذه الفرصة الأخيرة لتنظيم الأخوان، لذلك نحن نراها نشطة على أكثر من جهة؟ أنا أعتقد أن الإصلاح في الفترة الأخيرة وخصوصا بعد أحداث شبوة يحاول أن يرمي بكل أوراقه السياسية، يحاول الضغط على المجلس الرئاسي، ويحاول الضغط على التحالف العربي بشكل أساسي المملكة العربية السعودية، إنه يحاول برمي هذه الأوراق قبل اللجوء إلى الخيارات الأخرى، والتي وقد تحدثت في وقت سابق أنه ليس من المستبعد أن يذهب الإصلاح بعيدا في خياراته، وقد ربما يتحالف مع الحوثيين إذا اضطره الأمر، وهو يعني في وقت سابق لطالما تحدث الكثير عن هذا التحالف أو على الأقل التخادم يعني بمستوى أقل. الإصلاح ترك العديد من الجبهات أمام الحوثيين، فرم العديد من الجبهات في الشمال وسلم مديريات في شبوة للحوثيين، اليوم بعد هزائمه وبعد أن وجد نفسه محاصرا وكما أسلفت بعد أن خسر يعني قيادة الشرعية اليمنية وأصبح مجرد طرف في هذه الشرعية يعني ومشارك بعضو واحد في المجلس الرئاسي، الإصلاح اليوم لديه خيارات مفتوحة ولكنه يحاول الضغط سياسيا. وربما لا نستبعد أن حتى يعني البيانات الأخيرة ومن ضمنها مثلا بيان القاعدة قد يكون في هذا السياق، يعني هو البيان نادى الإصلاح أو نادى شباب الإصلاح بالتمسك بشعار الإسلام هو الحل وحرضهم على استمرار القتال، يعني بيان القاعدة الأخير حرض الإصلاح بشكل واضح أو شباب الإصلاح كما أسماه التسجيل الصوتي والبيان، حرضهم على القتال وحرضهم على رفض ما جرى في شبوة ورفض ما قال أنه سيجري في مأرب وحضرموت والمهرة، وكل هذه المحافظات هذه المناطق في النهاية هي مناطق خاضعة لسيطرة الإصلاح. لذلك أنا أعتقد أنه سيذهب في خياراته بعيدا وقد يعني ينتج أو يفرز هذا نهاية الإصلاح بشكل كامل في اليمن. أخيرا أستاذ يعقوب، ما هي دلالات خطاب الممدوح أبي علي الحضرمي وهجومه المباشر على القوات الجنوبية والتحالف العربي؟ هذا الخطاب يعني ليس مستغربا وليس جديدا، يعني القاعدة أصدرت العديد من البيانات السابقة هاجمت القوات الجنوبية، وهي تأتي تكميلا وتكاملا مع النشاط العسكري والنشاط العملياتي للتنظيم على الأرض. يعني القوات الجنوبية منذ سنوات طويلة مستهدفة على مستوى القادة وعلى مستوى الأفراد، تعرضت لأكثر من عملية، وحتى في شبوة يعني في الفترات الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة دشن القاعدة نشاطه مجددا في المحافظة بعد سكون وبعض هدوء وبعد تجميد هذا النشاط في فترة المحافظ المنتمي للإصلاح المحافظ السابق محمد بن عدي، ثم بعد إزاحة هذا المحافظ وبعد انتشار قوات ألوية العمالقة الجنوبية وقوات دفاع شبوة عاد القاعدة لتدشين النشاطات مجددا، و يعني نفذ الكثير أو عديد من العمليات، أعتقد 3 أو 4 عمليات خلال الفترة الأخيرة ضد قوات دفاع شبوة. لذا هذا البيان يعني هو تكامل لما يجري على الأرض، وهذا يجري منذ سنوات طويلة وليس بجديد كما أسلفت. أستاذ يعقوب السفياني، مدير مكتب مركز ساوث 24 للأخبار والدراسات، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. وفي أخبارنا أيضا، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسية الوعي دروس الزبيدي مع وزير التربية والتعليم طارق العكبري الجهود التي تبذل لحل الإشكاليات التي تواجه سير العملية التعليمية في العاصمة عدن والمحافظات المحررة،
أكد الزبيدي على أهمية بذل المزيد من الجهود لتجاوز جميع العقبات التي تواجه العملية التعليمية من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يحفظ حقوق المعلم ويلبي مطالبه المشروعة ولا يحرم التلميذ من حقه في الدراسة، مشددا على أهمية رفع جودة وكفاءة التعليم. التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الدكتور سعيد الشماسي وزير النفط والمعادن للاطلاع على سير العمل في الوزارة. وأشاد الزبيدي بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة النفط للحفاظ على الاستقرار التمويني ومنع حدوث اختناقات في السوق المحلية، مشددا في السياق على ضرورة مضاعفة الجهود وتطوير أساليب العمل وتكثيف عمليات الرقابة وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم دراسات ورؤى لمشاريع استراتيجية يمكن تطبيقها على أرض الواقع. عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برئاسة اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك. وأشار اللواء بن بريك أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي تتابع الإجراءات التي تمت في محافظتي أبين وشبوة وما يجري في حضرموت الوادي والمهرة. كما أشار رئيس الجمعية الوطنية للحوار الجنوبي وما حققه من أهداف ومكاسب وتقارب جنوبي يصب في مصلحة القضية الجنوبية، لافتا إلى أن من ثمرات الحوار الجنوبي عودة فادي بعوم رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري. هذا ورحب المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري برئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري فادي بعوم. وشدد الكثيري لدى لقائه فادي بعوم على أهمية الاصطفاف الوطني في هذه المرحلة التي يمر بها شعب الجنوب. وأكد الكثيري أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيواصل بذل كافة الجهود في التواصل مع كافة القوى المؤمنة بحق الجنوب في التحرير والاستقلال من أجل تعزيز وحدة الصف الجنوبي لمواجهة كافة التحديات. أصيب 5 مدنيين جميعهم من النساء والأطفال إثر حملة مداهمة شنتها الميليشيات الحوثية على قرية في منطقة بني علي بمديرية أرحب شمال صنعاء والتي تفرض الميليشيات حصارا عليها منذ 8 أيام. وقالت مصادر محلية أن الميليشيات داهمت عددا من المنازل وأطلقت الرصاص الحي على المدنيين، كما اعتدت مجموعة من الزينبيات بالضرب بأعقاب البنادق على 4 نساء. وتأتي هذه الاعتداءات بسبب قيام الميليشيات بحفر بئر ارتوازية على أرض مشتركة بين المنطقتين وسط رفض الأهالي. النشرة مستمرة وتتابعون فيها. ندوة سياسية في عدن بشأن دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات. بكم من جديد. التقى محافظ أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي مدير عام مؤسسة الكهرباء بالمحافظة المهندس سالم هادف. وأكد الثقلي اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة وحرصها الكبير على إيجاد حلول كفيلة في الحفاظ على مستحقات موظفي مؤسسة الكهرباء وضمان صرفها بشكل شهري، وذلك من خلال التنسيق والمتابعة مع وزارتي الكهرباء والمالية. كرم وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس الطالب علي ناصر الصوفي من ذوي الاحتياجات الخاصة بدرع التميز لتفوقه في امتحانات الثانوية العامة وحصوله على المركز الأول في القسم الأدبي بنسبة 95%. وأشاد لملس بعزيمة وإرادة وتفوق الطالب علي ناصر، مشيرا إلى أن الطالب علي مثال يحتذى به في التغلب وتخطي الصعاب وتحقيق النجاح. وأكد لملس أن السلطة المحلية على استعداد دائم لتقديم العون والمساعدة والوقوف بجانب ذوي الهمم. أقامت منظمة بداية
بداية شباب للتنمية المستدامة ندوة تناقش دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات. الندوة ضمت مبادرات شبابية تسهم في خدمة المجتمع. برعاية محافظ محافظة عدن، أقامت منظمة بداية شباب للتنمية المستدامة ندوة حول دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات. نحن في إطار الاحتفال بفعالية اليوم العالمي للشباب قمنا بإعداد مشروع لتعزيز دور الشباب في بناء السلام وحل النزاعات. هذا المشروع يستهدف المبادرات الشبابية المتواجدة في عدن التي لها دور إيجابي وفاعل في إطار المرحلة الحالية والمراحل السابقة. نحن في إطار هذا المشروع تم فتح باب القبول لعدد من المبادرات الشبابية التي وصلت إلى 12 مبادرة التي قدمت ملفاتها في المشروع، ومن خلال المفاضلة تمت الخروج بقائمة لست مبادرات هي المشاركة معنا اليوم في إطار هذا المشروع. الندوة تهتم بتدريب المشاركين على بناء السلم وحل النزاعات في إطار المجتمعات المحلية وكيفية إقامة مشاريع مجتمعية تساهم في تماسك المجتمع وكيفية إعداد المشاريع والتصورات والتقارير المختلفة. نحن مع مبادرات الشباب نرعاها ونقدم لهم كل الرعاية والمساعدة في سبيل مساعدتهم للمجتمع للخروج من ما نعانيه من مشكلات وأزمات فرضتها علينا الحرب خلال سنوات مضت. أيضا كما ندعو هذه المبادرات الشبابية أن تركز على أهمية المشكلات التي يعاني منها السكان بعد الحرب. احتفالية اليوم العالمي للشباب هي تكريما لجهود الشباب المبذولة في جميع المبادرات الشبابية. طبعا احنا مبادرة بصمة الطبيب، الهدف السامي لهذه المبادرة هنا لكل طبيب ولكل عامل في المجال الطبي أن يترك بصمة إنسانية في مجاله كل بحسب استطاعته ومقدرته. هذه الندوة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للشباب وتهدف في مضمونها إلى تفعيل دورهم في حل النزاعات، وتضم الندوة 6 مبادرات شبابية يتم من خلالها مناقشة عدة مشاريع يتم اختيار أفضلها وتطبيقها بما يساهم في خدمة المجتمع. صالح حنش، الغد المشرق، عدن. نظم مركز التدريب والتأهيل في المجلس الانتقالي الجنوبي بالتنسيق مع انتقال حضرموت ورشة عمل سياسية بمدينة المكلا، حيث ناقشت قواعد وأهداف الورشة الحوار الجنوبي ضمن عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية. الحوار الجنوبي، التطلعات والآفاق. ورشة عمل سياسية نظمها مركز التدريب والتأهيل بالمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة المكلا بالتنسيق مع الهيئة التنفيذية لانتقالي حضرموت. ورشة قبل أمس وورشة اليوم وكلاهما ورشات سياسية، وورشة اليوم بالذات يعني كانت حول الحوار السياسي، ونحن ليس في البداية بما يخص الحوار، ولكننا نريد أن نفهم كذلك أبناءنا وقواعدنا ما هو الحوار، حتى إذا ما تعرض إلى المحاورة يعرف كيف يحاور ومن يحاور وما هي الأسس التي يحاور عليها وما هو سقف الحوار. هذا الورشة تهدف إلى ضرورة تمثل قيم الحوار وأيضا أدبياته وأخلاقياته مع الآخر، ولهذا نتمنى لهذه الورشة أن تنزل بنتائج وأيضا مخرجات تسهم في إثراء المشهد. الورشة شارك فيها نخبة من الأكاديميين والناشطين الحقوقيين والسياسيين، ركزت على الحوار وقواعده وأهدافه إلى جانب تطلعات وآفاق الحوار السياسي، إضافة للمهارات التي ينبغي أن تتوفر في المتحاورين. تكمن أهمية الورشة في ترسيخ ثقافة الحوار والإعلاء من شأنه بما يحقق وحدة الصف الجنوبي والانفتاح على جميع المكونات السياسية والاجتماعية في سبيل استعادة الدولة الجنوبية. لقناة الغد المشرق، محسن البحيث، المكلا. حذرت منظمة الصحة العالمية من احتمالية ظهور طفرات جديدة لفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة المقبلة،
دعت المنظمة إلى تعزيز أنشطة المراقبة لرصد هذه الطفرات وتحديد مواصفاتها الوراثية والاستعداد لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات الجديدة. وشدد المكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة تحذيراته بأن نهاية جائحة كورونا ما زالت بعيدة. أطلق مختبر موديرنا الأمريكي معركة قضائية ضد فايزر وبايونتك لاتهامهما بانتهاك براءات حول تكنولوجيات أساسية للقاح ضد كورونا. كشفت فايزر بايونتك أنها لم تطلع بعد على مضمون الشكوى كاملا، غير أن المجموعتين لم تخفيا استغرابهما من هذه التطورات. وقالت بايونتك إنه أمر مؤسف، لكن من الشائع أن تقول شركات أخرى أن منتجا ناجحا ينتهك ملكيتها الفكرية. وأعربت المجموعتان عن استعدادهما للدفاع بشراسة عن مصالحهما في وجه مزاعم موديرنا. وفي الرياضة المحلية توج فريق اتفاق البدو بطلا لدوري أشبال الجنوب لكرة القدم لفئة مواليد 2008 على مستوى مديرية مدينة المكلا بمشاركة 166 فريقا بفوزه على كوكب حي الصيادين بخمسة أهداف نظيفة. برعاية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وبإشراف رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت العميد الركن سعيد المحمدي، اختتمت بطولة دوري أشبال الجنوب لكرة القدم لفئة مواليد عام 2008 بفوز فريق اتفاق البدو بلقب البطولة. حسب ما تشوفون أمامكم الآن المباراة طيبة ومستوى طيب من الأطفال هذيلة، ونحن هدفنا من هذا النشاط في دائرة الشباب والطلاب إبعاد الأطفال من هذا الظواهر الدخيلة اللي في المحافظة، اللي هي ظهرت الشبو والمخدرات والقات. والحمد لله الفكرة ناجحة، وإن شاء الله نوعد الفئات هذه أنها بتكون إن شاء الله مستمرة بطريقة أفضل، ونحن نطمح إن شاء الله تكون في الأندية هذه الفئة اللي هي فئة البراعم إن شاء الله. نتمنى يعني التواصل مع هذه الدعومات عشان الشباب، يعني عشان ما عاد يروحون لقد المخدرات ولقد الحاجات السيئة الثانية يعني. ونتمنى برضو ملاعب يعني يدعمون نحن الميلس الانتقالي. المباراة النهائية التي جمعت فريقي اتفاق البدو وكوكب حي الصيادين انتهت بخمسة أهداف نظيفة لصالح الاتفاق. شعورنا اليوم حول الفوز يعني مرتاحين جدا جدا، وابدعوا فريقنا قدم مباراة حلوة، فوزنا بخمسة صفر يعني فوز عنيف. افتخر بهذا الفوز عن فريق اتفاق، وافتخر على المدرب، ونفتخر عن بطل الركب هذا وعن فريق الاتفاق البدو. نشكر اللاعبين الذي قدموه على هذا اللعب، ونحن شلينا الكاس فرحانين جدا جدا جدا. نحن اتفاق البدو بالفوز في نهاية أشبال الجنوب الفوز بخمسة صفر، وإنما نهنى المدرب عادل أحمد باقص. وحصل لاعب اتفاق البدو عثمان محمد باصريح على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، فيما تحصل زميله أحمد المرشدي على جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولة، بينما ذهب القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في البطولة للحارس محمد باعطوة حارس فريق نصر حي السلام. وإليكم التذكير بأبرز العناوين. العليمي يشيد بالعلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة ويرحب باستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة عدن. الحزام الأمني ينفذ عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة الإرهابي في أبيان، والأخير يدعو إلى تحالف مع حزب الإصلاح. مدير أمن حضرموت يقول إن المؤسسة الأمنية ستشهد تغييرات واسعة خلال الأيام القادمة. ألقاكم مجددا على رأس الساعة في أمان الله.